الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. كانت الدنيا ظلام حوله وبريق يملأ الأفق جبين. تظل القيروان موعودة بالشعر ولقاء الشعراء من القيروان ومن خارج القيروان ومن خارج تونس ومن أطراف العالم، يجيئها الشعر ساعيا والشعراء كذلك. لذلك نرحب اليوم ترحيبا خاصا بضيفنا الشاعر المبدع الكبير المبجل، الشاعر عمر عبد الدايم، الذي يحل بيننا من الشقيقة ليبيا. أهلا وسهلا بكم، وشاكر لكم هذا لتحت هذه الفرصة وهذه السانحة لأعرف بنفسي. أنا شاعر عمر عبد الدايم من ليبيا، اليوم أتواجد في هذه الأمسية الشعرية في فضاء بيت الشعر بالقيروان، تلبية لدعوة كريمة من الأستاذة جميلة الماجري مديرة بيت الشعر بالقيروان. اليوم سألقي عدة قصائد يعني من مجموعاتي الثلاث، مجموعة يسكنني وقبضة من حلم وبذار الروح. الحقيقة هذا الفضاء الذي يعبق بالتاريخ وبالحضارة لطالما كان حلما أن أكون فيه، وها أنا اليوم الحمد لله متواجد في هذا الفضاء لأسمع وأستمع وأستمتع أيضا بالشعر في هذا الفضاء. اليوم في اللقاء، هناك اللقاء يهتم أساسا بتقديم جائزة الشارقة لنقد الشعر الدورة الثانية. تتبسمين فأي شهد يقطر فوق الشفاه، وأي كرم يعصر، أو تخطرين فأنت ورد خميلة وسحابة بالعطر دوما تمطر. حاك سنا خديك في إشراقه لون الغروب، وغصن بانك أخضر. ما كنت أحسب أن يعاودني الهوى فأعود طفلا بالصبابة يفخر، حتى رأت عيناي فيك محاسنا سجد الجمال لها وصلى الكوثر. أنا لا أعرف لو وجود ناقد عربي واحد اليوم في العالم العربي. آخر ناقد ودعته تونس أبو زين السعدي، الذين يوجد لهم هم باحثون دي شارشور، باحثون أكاديميون، وشتان بين البحث والنقد. أنا كنت أفضل لو كانت الجائزة مفتوحة لتكون للنقاد العرب، ربما هناك ناقد لا أدري في بلد ما من هذه البلاد العربية الشاسعة، ولكن للباحثين، أن تكون أن الجائزة مفتوحة للباحثين العرب وشتان بين، لأن النقد هو نقد له سلطة ورؤية وتحسين ناقد، ولكن هو باحث في جوانب، ولكنه ناقد العقاد ناقد وليس باحثا باحثا وما إلى ذلك من قضايا شائكة. لماذا؟ لأن البحث هو في الحقيقة عمل مشترك بين في الجامعة على الأقل، هو عمل مشترك بين الأستاذ والطالب. كل طالب بإمكانه أن يسير باحثا، ولكن ليس بإمكانه أن يتحول إلى ناقد. ولكن نحن في تونس وفي سائر البلاد العربية دأبنا على أن نقدم الأكاديميين والجامعين على أنهم نقاد أو نقدة، بينما هم باحثون. البحث شأن آخر مختلف، لا علاقة له، علاقة ولكن ليست تلك كما نتوهم نحن تلك العلاقة المتينة بين النقد والبحث. لا عتاب لعل على الجمال، الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.